عسلامة. عسلامة. لاباس؟ عايشك عايشك بركة. نتعرفوا عليك؟ أنا مواطنة تونسية، نسكن في ولاية بن عروس بعيدة، وعندي مشكلة مدام في الترانسبور. برشا عبيد يعانيو من الترانسبور. منهم بنتك تقرا في الكامبوس؟ تقرا في الكامبوس، معناتها كل يوم تقوم الخمسة ونص متاع الصباح باش نجم تمشي تقرا ثمانية، معناتها ياسر تروح تعبة في حالة، معناتها مانيش فاهمة، التران بعيدة علينا، الكيران ما فماش كار توصل كما نقولوا من بومهل ولا من الزهرة حتى للمنار، معناتها سبيسيال. هاني قلت لك تجي الستة تجي الخمسة 45 دقيقة، معناتها بنية صغيرة باش تقوم بكري برشا، خاصة في الشتاء مدام ما عندكش فكرة وقتاش نقوم وتروح تعبة، باش حتى باش تحضر معك حاجة باش تقرا حاجة تلقى روحها في حالة خمخم. وكان تخمم باش تكري تلقى روحها تقول يقول القايل هاني في تونس أنا علي باش نكري، معناها فعلا فعلا هذه هي الإشكالية، علاش ما نلقاوش حل للتلامذة ذوكما ولا واحد يخدم ولا مانيش عارفة كيفاش، معناتها كيفاش ساعتين من معناتها من الزهرة لتونس برشا برشا. معناها عندها ساعتين هذوما نتاع ترونسبور الصباح وساعتين في العشية. في العشية معناتها دخلت 8 نتاع الليل، دخلت 8 نتاع الليل، تلميذة دخلت 8 نتاع الليل، مازال فيها باش تقرا ولا باش تحضر ولا باش تراجع فريمون حتى باش تترفه. ايه ما تنجمش معناتها تقرا تمشي تقرا تروح تمشي، هذاك هو اكبر مشكله هذايا. معناها بنتك تاخذ اترا من الزهره هكا؟ تاخذ تاكسي من منين نسكنوا نحن حتى للزهره، وبعد تاخذ اترا من الزهره حتى لتونس لبرشلونه، وبعد تمشي على ساقيها بحدا المترو ديجا هي. ايه تمشي تاخذ المترو في الكامبوس، من بعد تمشي على ساقيها للفاك. الفاك معناتها نقولوا ما يوصلك السوسة، ما يوصلك ساعتين ما توصلك السوسة. روتين يومي هذا؟ هذا يوميا يوميا، تعبة تعبة تعبة، لين قالت لي ما يمكن نفكر باش نبطل. ليه حاول شجعها تكمل قرايتها مش تبطل خاطر ترونسبور يعني. ويتكلف زادة تفطر البار، يتكلف. باش تاخذ تاكسي زادة تتكلف. 20 دينار. تاكسي 20 دينار، 20 دينار كل يوم، 20 دينار ماشي 20 دينار جاي، 40 دينار خلف فطورها خلف كسكروتها خلف قهوتها، ساكوت برشا برشا برشا. وانا ما ناخذش، هي ما تاخذش منحه، ما ياخذوش منحه بناتي، ما ياخذوش منحه خاطر بوه متوفي، ما ياخذوش منحه على خاطرني انا نخلص اكثر من 5 ملايين في العام. يا اخي انا موظفه، كيفاش نخلص 5 ملايين في العام؟ اكثر بيان سور، اقل من 5 ملايين في العام باش تنجم تاخذ منحه، معناتها مش ممكن جمله. اكثر من 5 ملايين في العام ما همش برشا يعني. قال لك ليه يلزم القانون، مشيت قلت لهم خلي ياخذوا منحه 200 ايكالك، قال لك ليه ما عندهمش حق خاطرك انت موظفه وهما في كفالتك، دونك انت تخلص اكثر من 5 ملايين في السنه. يلزمك تصرف عليهم انت. يعني نصرف. هو اللوجيك يقول انه هي بوها قلت لي متوفي؟ اي بوها متوفي. فقد السند نورمالمون تاخو. لا 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 بلوجيك قانونيا نحترموا القانون، ما نعرفش حتى كي وصلوا 18 طون تنحت لهم الجرايه هذيك نتاع الريتريت، تنحت لهم والله تنحت لهم. طب ناخذ كان انا جرايتي تنحت لهم الحمد لله. شو باش نعمل الحمد لله. قداش 18 سنه تتنحى اوتوماتيكمون، خذاو الباك من هنا تنحت من هنا، معناتها قول قايل كيف خذيت الباك باش يكثر المصروف، اون برانسيب كانوا ياخذوا في 120 ولا 130 تولي لهم 250، اخي قالوا لي ليه برا مشي خذ جرايه من الفاك، والفاك ما مش ممكن خاطر مش ممكن باش نخلص، يا اخي مانيش عامله يوميا باش نخلص اقل من 5 ملايين. لو كاين مدام نورمال. لا ما تاخذش، ما عندكش حق تاخذ. الحمد لله هم يقراو الحمد لله، شنو نعمل الحمد لله، نوصلوهم ومن بعديك ربي تقبل كل شيء مدام يسي تضحي معاها خاطر قرايتها اهم. اي قرايتها اهم، هذا اللي ما لا شك فيه، القرايه اهم. اما ان شاء الله يلقاو حل في لك الصغيرات وفك التلامذه وفي الواحد وفاللي يحب يوصل، يحب يوصل. توا عبد ما يحبش يقرا، والله هي حاجه اخرى ذيك، اما عبد يحب يقرا وما يلقاش لي موين باش يتحرك التحفيز. اي هذا هو. ماذا بينا احنا المنحه معناها للناس الكل ياخذوها. ماذا بيا على الاقل واحد
من مجلس النواب ولا واحد من الحكام ولا واحد من الوزراء من مجلس الشؤون الاجتماعية ومن الوزارة يتكلم على الأيتام، يتكلم على فاقدين الأيتام. راهو حلقة مفقودة جملة في الأيتام، لا ريت واحد قال لليتيمك اللي يقرا ولا لليتيم البنية، هي بنية ماهيش يتيمة وتبدا ديما عينك عليها، فما بالك يتيمة. راهو ما عندكش فكرة قديش الدنيا ولا جراية توا من 2010 ولا من 2000 وقتاش ما زادونا حتى فرانك. يا أخي الدنيا ماشية تقدم والموظف ماشي يزيد والجراية تقعد هي. الجراية هذيك هي راهي ما زادوش فيها. شي روتريت نتاع زوجك ما زلت تاخذ فيه؟ اي يا اخي هذاك تقعد ما دامني ما تزوجتش تقعد. سولك فيه؟ اما تقعد الجراية هذيك هي. شنو اللي يقصوا على اولادك مدام؟ ما فما، هي الجراية تتقسم على حاجتين، جراية الزوجة الأرملة وجراية الأبناء اللي في كفالتك. جراية الأبناء تقعد لين يوصلوا 18 سنة، وجراية الزوجة تقعد لين بما أنك أنت ما تتزوج تقعد مدى الحياة أفي. الجراية هذيك ناخذ فيها أنا وناس أخرين ما تزيدش، فهمت؟ أنت موظفة تتزيد لك عندك زيادة. اما الجرايه نتاع الجرايه هذيك نتاع الريتريت تقعد هي نفسها، معناتها الدنيا تغلى ودنيا زيد وزيد وبرشا وتقعد الجرايه هي هي، مي سي با بوسيبل، ما عادش مواكبه. اي الجرايه نتاع الريتريت هذيك تقعد هي بيدها، هي هذيك المشكله هي وين؟ هي تغلى وهي تقعد هي هي، ولا وخاصة علاش ما ينظروش للارمله اللي عندها ابناء؟ بون أرملة ما عندهاش أبناء، مرأة كبيرة ما تعرفش والله نقولوا يزيها دواها وماكلتها تاخذ في 800 تاخذ في 600 يكفيها، أما أرملة وعندها أبناء في كفالتها، في كفالتها بصراحة ما عادش تغطي الجراية هذيك، ما عادش تغطي، ما عادش مواكبة للعصر، ما عادش مواكبة الأحداث، فهمت كيفاه؟ عليه ما فماش شكون يحكي فيه، شكون يحكي فيه هذه مدام، هذه فرصة باش تنجم أنت تحكي فيه الموضوع. أباغسا كل شيء الحمد لله، كيف الناس وأقل الناس وخير من الناس، الحمد لله، في بلادي الحمد لله أنا نمشي وراسي مرفوع. إيه ما عليه ما نحكيوش، عليه ما نحكيوش على الأيتام، علاش ما نحكيوش على الشخص اللي كان يخدم وكان يعطي وكان ينتج وربى أجيال ومن بعديك كي يتوفى أولاده يتمرمدوا ولا يلبسوا من الفريف ولا يلبسوا ما نعرفش هنا، ما عرفش عليه 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 ما نزيدوهمش هكا الأبناء اليتيم، عليه عليه ما نعطيوش الجراية لليتيم لين يولي يشتغل، ما نعرفش. هذا هو باغ سا لاباس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نخلي لك الكلمة الأخيرة مدام، كانت تحب توصل ميساج للسلطات المعنيه بالامر. انا ان شاء الله عيدهم مبروك وان شاء الله عامنا مبروك وان شاء الله ديما تونس لاباس والحمد لله. حاجه برك انظروا شويه للجرايات هذوما وللايتام هذوما وشوفونا حل في الترونسبور هذا البعيد، عاملوا لهم كيران مثلا كل ساعه ما تجيش كل ست معناتها من نهار من الصباح من سته نتاع الصباح واحد يقوم الخمسه حتى ثلاث ثمانيه يسرع عليهم. وهذا هو الحمد لله ويعطيك الصحة بارك الله فيك. عايشك يا مدام، شكرا.